هي بتبقى زي حاجة زي شبه موج البحر كده، اللي هو انت بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. في نازلة من النزلات جات لي ثعلبة وشعري كله وقع، يعني بدأ يقع تدريجي. بس انا هنا حسيت انه الموضوع لا، ممكن يبقى يعني انا حاسة ان انا نفسيا مش متظبطة، بس انا ستيل لسه يعني جسمي شغال. انا مش عايزة بقى اوصل لمرحلة ان انا امرض بسبب حالتي النفسية. يعني ده كان اول الارم، بس كان حاجة بسيطة كده، اللي هو حاجة بتعدي في مخي. شعرك وقع؟ شعري كله وقع. انا مش قصة. شعرك كان طوله قد ايه؟ لا كان طول شعر عادي. كان شعر؟ شعر طول يعني؟ لا كنت قصة، بس كان عندي شعر يعني وقع كله. فدي كانت اول حاجة، ان انا بدأت احس ان انا فعلا ممكن امرض. يعني ممكن انا دلوقتي برقد في السرير عشان انا مش قادرة اتعامل مع الدنيا، بس انا ممكن بعد شوية غصب عني ارقد. فدي كانت اول نقطة نور. وبعدين نزلت نازلة اسوأ وحاولت انتحر، وبعدين يعني اتلحقت. فلما بقى اتلحقت خدت ألم جامد قوي على وشي، يعني استغبيت نفسي قوي واستحقرت نفسي قوي، وقعدت افكر بقى في انه ازاي وليه وعشان ايه. دي كانت الفوقة، اللي هو خبطت في القاع خبطة محترمة. اي احكي لي اكتر عن الـ يعني الموقف ده، يعني ايه اللي حصل؟ او انت كنت قاعده فخلاص انا قررت ان انا اقوم اقتل نفسي؟ لا ما كنتش قاعده طبعا، لا كان في موقف، وكان في ضغط، وكان في ستريس، وكنت حاسه ان انا في اللحظه دي عايزه اختفي. انا مش عايزه اكون موجوده، مش عايزه اتنفس في الدنيا دي تاني خلاص. فهو كده في لحظه ما فكرتش اي حاجه، لا في نفسي ولا في ابني ولا في جوزي ولا في عيلتي ولا في اي حاجه. هو حالا هنتهي وبس. وما فوق اسالك سؤال في المستقبل. طبعا. هل في اللحظه دي حسيتي ان مفيش مخرج؟ مفيش مخرج، مفيش مخرج. واللي هو والمخرج الوحيد ان انا اختفي من المشهد ده. هو انا ما بفكرش في مخرج اصلا اللحظه دي، انا ما كنتش بفكر فيها في مخرج. انا كنت بفكر في ان انا حالا لازم اختفي، ابقى بره الصندوق ده، حالا لازم اختفي. خلاص مش قادره احتمل فكره انه كل حاجه ضغط عليا. مش قادره احتمل السواد اني مور. طيب وقررتي انك انت تاخدي القرار ده، اكيد ندمتي عليه. انا يعني بعد بقى ما وصلت المستشفى، وانا لان انا ما كنتش في القاهره، فكان الموضوع صعب شويه، انه المستشفى في دهب ما كانتش احسن حاجه، فالموضوع خد وقت. وفعلا اتلحقت على يعني الدكتور قال 10 دقايق بالظبط، وكانت كل اجهزه الجسم متوقفه. فوقتي خلاص؟ فوقتي. اما فوقتي قلتي لنفسك ايه؟ مش بعد ما فوقت من المستشفى. لا انا من وانا في المستشفى، من وانا في حاله الوعي واللاوعي وبيغمى عليا، وانا مش فاهمه انا ازاي وصلت للحاله دي. ما فيش حاجة دايرة في دماغي غير أنا إيه اللي جابني هنا؟ إزاي؟ يعني إيه؟ ليه؟ وخدت وقت على ما استوعبت إن أنا كنت في حفرة غويطة قوي 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 قوي. دكتور حضرتك سألتي آية، قلت لها أنت حسيتي إن الدنيا مسدودة في اللحظة دي. في اللحظة دي. فهل ده سؤال؟ ده السؤال ده خلاني أحس إنك أنت عايزة تقولي يعني إنه لما البني آدم يحس إن الدنيا سواد وما فيهوش أي مخرج، هنا بقى ممكن الاكتئاب يبقى عنده مشكلة. بالظبط. طب بس انا خايف النهارده ان كل واحد يفتكر انه ما عندوش مخرج، انصحينا. طيب يا دكتور بص، هو يعني انا لازم احترم العقل البشري، ولازم ادي كل حد بقول له مشكله ادوات، زي ما بقول لك المشكله وبوعيك هي امتى تبقى موجوده وايه اللي يخلي فكره الانتحار تبقى اول فكره. ما هي اللحظه اللي كل الاركان فيها بتاعه الصندوق سوداء، ما فيش مخرج. خلاص يبقى المخرج ان انا ما بقاش جوه المشهد. ما هو احنا عقلنا لازم يخلق حل. الحل بقى هنا ان يعني مفيش حد يا جماعه يعيا بالاكتئاب ويروح لدكتور ياخد علاج دوائي بس. ودي خبرتي الاكلينيكيه، ان ده لا يكفي، لا يكفي على الاطلاق. هو بيحسن الاعراض نقطه. حلو. ايوه. طب يعني ما انا نفس المشاكل ونفس الشخص ونفس العيشه وبصحى الصبح واجه نفس الحاجات، هنزود الجرعه؟ لا طب دي إيه جريمة. إيه العلاج النفسي؟ في حاجة بقى اسمها الطب النفسي التكاملي، الانتجريتيف سايكايتري. يعني في حاجات كتير بقى بتتعمل، بيتعمل أنواع مختلفة من العلاج النفسي، بيتعمل هوايات، بيتعمل رياضة، بيتعمل حاجة آية قالتها وهي في أعماق العلاج النفسي، ما أعرفش هي قالتها إزاي، تصليح وإعادة بناء علاقتك بنفسك، لأن هو ده الأصل في الأشياء. احنا بنتكون من ثلاث علاقات أساسية، علاقتي بنفسي، ثم علاقتي بالآخر، ثم علاقتي بالخالق. وكل واحد بقى ومعتقداته وانتماءاته يعني. علاقة روحانية. بالظبط. العلاقة الروحانية. بالظبط.
فالعلاقة بين احنا بننشغل دايما ان انا رايحة للدكتور اشتكي من علاقتي بابني، علاقتي بجوزي، علاقتي بمامتي، علاقتي باخويا، اي علاقة مع الاخر. بس هو الاصل في الاشياء اللي انت قلتي عليها ايه؟ صح، اللي هي علاقة كل واحد بنفسه. اصلا في ناس كتير جدا وانا كنت اولهم ان انا ما اعرفش اصلا في حاجه اسمها علاقتي بنفسي، اقعد اعمل ايه مع نفسي يعني؟ طيب قولي لي، انا برضو مش عارف، ها اقعد اعمل ايه مع نفسي؟ اولا تتعرف عليها، ثانيا انا بنصح اغلب اللي بشوفهم وانا اولهم ان كل واحد فينا يبقى عنده حاجه بيكتب فيها، بيكتب فيها وبيكلم نفسه وبياخد ويدي ويشوف نفسه. انا بشوف ناس بتعيط اول ما تبدا تكتب، يبقى ما كنتش اعرف اني زعلان من كذا، انا ما كنتش اعرف اصلا ان يعني. الاسبوع اللي فات جات لي واحده بتقول لي انا ما كنتش اعرف ان انا بحب الهدوء، عندي 29 سنه وبخرج وبحب الدوشه وكده، وبعد ما قعدت شهر بكتب اكتشفت ان انا اصلا بحب الهدوء، ومن كتر ما بكره نفسي بقعد في وسط الناس وعياط. فنتصاحب، نتكلم، بعد كده هنعمل ايه؟ هنستشير متخصص. ده مهم ولا غنى عنه. ان انا اقعد مع الناس والمحبه والقعدات والكلام، لا، نستشير متخصص. في دكاتره نفسيين كتير جدا 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 ورسميين وعليهم اشراف في ده. دكتور، انا في دايره الاصحاب، وفي حد او انا مثلا في حد من عيلتي عنده اكتئاب او عنده بوادر اكتئاب او ديبرست او كده، انا اعمل ايه؟ يعني انا عايز نشرح برضو للناس اللي في الدايره بتاعتهم حد مكتئب، هم يعملوا ايه؟ يتكلموا معاه، ما يدوش نصايح، دي اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه. العتاب والنصايح لا خالص، بقول انت مكبر الموضوع وانت مش عارف ايه، واقعد اعلي عليه بقى. يعني دي فقره رهيبه، ما اعرفش ليه احنا بنعشقها. يعني يقول ما بنامش بقى 3 ايام، ده انا قعدت قبل كده اسبوعين ما بنامش. انا يعني دي ملهاش اي معنى، ولا انصحه ولا اعلي عليه. اقدم له دعم واقول له ان انا موجود، ولو محتاج مني مساعده في ان انا احجز له عند حد، اوديه، اكون معاه، اروح اقعد اعمل، انا موجود ادعم كل ده. عايزه بس اعلق على حاجه، الدكتور كانت بتتكلم دلوقتي على فكره اللي هو المكان المقفول او اللحظه اللي الواحد بيقرر منها ان هو مش عايز يبقى موجود، وانت بتقول ان الناس كتير ممكن تحس بكده. لا، هو الفرق ما بين الحد في اعتقادي الشخصي اللي عنده اكتئاب واللي ما عندوش اكتئاب، ان اللي عنده اكتئاب ده بيبقى تراب داخلي. يعني الشخص الطبيعي هيفكر في الحاجات بمنطق، انا ليه مش لاقي مخرج، انا ليه مش عارف. انما الشخص المريض بيبقى ده داخليا هو الموضوع مش يعني ما فيهوش منطق. مظبوط اللي انا بقوله؟ دي اول حاجه، ليل ونهار وما بيفكش لان الكيمياء مش شغاله. بالظبط، وظايف المخ والتفكير والتحليل والخروج من المأزق والبروبلم سولفينج كله عطلان. كل الزراير زي ما انت بتقولي كده مقفوله، مفيش، المستقبلات مش شغاله. اطلب منه ايه بس؟ الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اقولها برضو، فكره انه الصحبه والناس والاصدقاء وكده ما بتنفعش قوي لو انت ما قعدتش مع نفسك القعده اللي هي بتحكي لك عنها دي. لان انت ممكن تبقى متخيل ان انت خروجت النهارده دي انت هتفك منها ترجع اسوأ ما نزلت. يعني هي الموضوع فعلا انا وانا بس، نقطه.